مساء الفل عليكم حبايبي، سنة تانية، ايه اخباركم؟ النهاردة نكمل ان شاء الله يونت 3 الجرامر الخاص ب is going to well. طيب نمبر 1، this is my last day here, I dash to England tomorrow. تمام، او نجيب ال drawing كده اهو. okay. this is my last day، ده اخر يوم ليا هنا، يبقى نقط، يبقى انا بقى هنا في مصر اكيد طبعا، لان انا كده راجع الاهل ليا في مصر عشان راجع انجلترا يعني بكره. يبقى I am going back، وده مش I am going to go، خلي بالك ده اسمه I am going to، هنا معناها زي مثلا I am traveling، I am traveling to England، تمام، وليست I am going to go. تمام، ده number one. number two، using too much chemicals on plants dash the crops، استخدام العديد من المواد الكيميائية على النباتات، عاوز اقول اكيد هيدمرها او ممكن يدمرها. هو طبعا مفيش هنا جملة تأكيد، يعني هو توقع، تمام، فتوقع will damage. هتقول لي طب ما ممكن اكيد هيدمرها طالما مواد كيميائية، مش كل المواد الكيميائية بتدمر، دي حاجة. الحاجة التانية ده رأيي الشخصي، ف personal opinion ما بيكونش ليه دور او بيكونش فعال في ان انا اقول ان الحاجة دي اكيد هتحصل. okay. number 3، I promise I dash always by your side. promise طبعا معروفة من الكلمات المشهورة جدا اللي هي بتدل على كلمة will be، تمام، سوف يكون. طيب we are traveling into space tomorrow with a launch dash at 7:50 in the evening. احنا طبعا كده كده يعني بكرة طالعين الفضاء، فبيقول لك الانطلاق هيكون الساعة 7. تمام، يا ترى كلمة يكون دي هي is ولا is going to be؟ لا، هو الحقيقة هيكون is. ليه بقى؟ لأن هتقول لي دي مواعيد ثابتة ومش عارف ايه وبتاع، ماشي، ده سبب. السبب التاني is going to be، معناها في احتمال مثلا 10% اللي هو يتأجل الموضوع او ما يكونش فيه اصلا او كلام زي كده، لكن المواعيد الثابتة بتكون مقررة، ودي حاجة ثابتة طبعا، فما ينفعش التراجع فيها أو التأخر عنها. he dash a geologist when he leaves university، this is his plan. أيوة، الله ينور عليك، plan يبقى طبيعي هيختار ايه؟ is going to become، is going to become. تمام، okay. number 6، we dash to Aswan next week. Everything is arranged. أيوة يا أخي كده تمام. arranged دي بتساعدني إن أنا أختار كلمة am أو is are و ing. am is are ing. وهقول لكم على حاجة تاني تسهل عليكم شوية. الأفعال اللي فيها زي كلمة traveling, visiting, going, having a party, flying، هيروح من مكان لمكان بالطيارة يعني. كل ده فيها انتقال او سفر او حركة، فكل الحاجات اللي فيها سفر او انتقال او حركة سيادتك او سيادتك بتختار ام او از او ار او اي ان جي، تمام، وبعدها اي ان جي، يعني ام از ار اي ان جي. يبقى التاني لما يكون في افعال زي traveling, visiting, going from one place to another، اي حاجة بتدل على الانتقال من مكان لآخر أو moving، moving ينتقل من مكان لآخر، ففي الحالة دي بختار am و is و are و ing اللي احنا بنقول عليها present continuous. طيب in the near future، في المستقبل القريب، طب خلاص كده واضحة جدا يعني. in the near future تختار ايه؟ most of our shopping dash on the internet. أكيد طبعا في المستقبل القريب هتقول لي المفروض أختار will مثلا نقول is going to، تمام، هنا ما فيش is going to اصلا في اختيارات، فهتختار will be done. طب ليه يا مستر اخترت مجهول؟ عشان بدأ بغير عاقل. شوف 90% 90% من الكلمات اللي بتكون غير عاقل، تمام، في اول الكلام زي كده، اول الجملة، سيبك من الجملة اللي فاتت دي ما تعتبرش جملة، الجملة من هنا most of our shopping، تمام، غير عاقل، فبالتالي بيكون بعدها اللي هي يعني مبني المجهول، بيكون بعدها مبني المجهول. تمام، طيب Alexandria train، القطار الإسكندرية at 6 o'clock in the morning.
اكيد طبعا مواعيد ثابته هتقول لي ليفز، اقول لك برافو عليك صح. هي از ذا ويذر فوركاست، نشرة الاخبار. tomorrow dash dry and sunny، بكره هيكون الجو مشمس وجاف، يبقى tomorrow will be، will be سوف يكون، will be يعني سوف يكون، عشان ده طبقا لنشرة الأخبار. تمام، ما ينفعش أقول is being، is being دي بتيجي في المجهول بس. تمام، we dash to Aswan next week everything is arranged، خلاص باينة جدا، طالما قال لك is arranged اعرف ان we are traveling، قلت لك الحاجات اللي فيها moving فيها حركة، تاخد am و is و are و ing. The sky is very cloudy. دي جملة بتاع التالتة إعدادي، يبقى it's going to rain. السماء مغيمة جدا، جملة دليل، وبالتالي هتاخد is going to، يعني أكيد هتمطر. Number 12. Egypt has an ambitious plan. يعني مصر ليها كده خطة طموحة يعني. A number of tourists. خلي بالك هنا بيقول لك a number of tourists، يعني عدد من السياح، يعني بيجي وراها فعل جمع. In the next year. ماشي، a number of tourists يبقى عدد من السياح، بيقول لك وبما ان هي خطة يبقى are going to be doubled، are going to be doubled. I'm sure tomorrow's match dash really exciting. انا متأكد ان ماتش بكرة، ده رأيي الشخصي والله اعلم، طالما رأيي الشخصي يبقى will be، will be اللي هو رأيي الشخصي. Be careful, the bus dash towards you. دي حاجة على وشك الحدوث، حاجة على وشك الحدوث، يبقى is coming، مضارع مستمر. وساعات ممكن نقولها is going to hit you، بعد الشر يعني هيخبطك، هيخبط فيك أو هيأذيك، فاهم انت؟ لما يكون حاجة على وشك الحدوث يعني، لكن هنا الأتوبيس من حد ذاته is coming يعني. تمام، okay. I expect، خلاص بانت، طالما قال لك اكسبكت اعرف ان هو مش متأكد، وطالما هو مش متأكد يبقى will be، رامي will be successful engineer، لكن الله اعلم ممكن يكون successful ممكن ما يكونش successful. اوكي شوف اللي بعده. I dash on the AC because it's very hot now. تمام، اكيد عاوز اشغل air conditioner عشان الدنيا حر هنا، فده يعتبر قرار سريع، يبقى will turn، will turn قرار سريع. I have made up my mind to spend the weekend in my village. I dash spend weekend there. قررت، made up my mind يعني قررت، decided يعني ان انا اقضي نهاية الاسبوع في القرية، وبالتالي انا عاوز اقول هقضي الاسبوع هناك يعني. تمام، يبقى طالما انا قررت خلاص يعني decided معنى صح، يبقى I am going to، I am going to. okay. طيب، farmers dash the rainforest because they are cutting down more trees. تمام، يبقى الفلاحين بيقول لك عشان خاطر بيقطعوا شجر كتير، يبقى اكيد ده جملة دليل، دي جملة دليل، يبقى إذا are going to damage، أكيد هيدمروا البيئة بسبب إن هما بيقطعوا أشجار كتير. My grandson حفيد يعني أحمد dash 12 next Friday، هيكون will be، لأن الأعمار أو السن يعني بياخد كلمة will be، مش هيقول ناوي يبقى 12 سنة. I dash the weekend in my village as planned، خلاص طالما في كلمة بلاند اهي واضحة جدا، يبقى I am going to spend، وفي ناس بتقول I am gonna، I am gonna to spend. If you come late again I dash you in and you will miss the lesson. خلي بالك ده warning، warning بيكون تحذير، والتحذير بيكون مع كلمة well أو will not يعني، اللي هي يعني في الأساس كلمة well. تمام كده، فبيقول لك خلي بالك لو جيت متأخر تاني انا مش هخليك يعني I won't let you in، مش هخليك تدخل الحصة او السيشن يعني،
وبالتالي هيفوتك الدرس. What do you intend to do this evening؟ ناوي تعمل ايه النهاردة في المساء؟ I dash the to the theater. طالما هو الراجل رايح المسرح يبقى هو قرر، تمام؟ يبقى I am going to. خلي بالك بيوقعك، جيب لك I am going to، هنا going to go. I am going to go، هنا going to go. هنا ما فيهاش كلمة am، فما تتسرعش وانت بتختار، ما فيهاش كلمة am. هاجر داش تو انجلاند isn't she. تمام، هو واضح من isn't she ان هو الراجل اختار is traveling، لان ال question tag او السؤال المزيد بيكون اكيد نفس الكلمة دي هنا بس نفي. تمام، 24. The amount of farmland in our area dash because people are building more houses. تمام، المفروض ان هو ناس كتير بتبني منازل هناك يعني، فكمية الأرض الزراعية بناء على ذلك هتعمل ايه بقى؟ ايوه، building more houses there is going to increase، لأن هو الناس هيستقروا هناك فهيزرعوا أكتر. تمام، يبقى دي جملة دليل. The bag is heavy، الشنطة تقيلة شوية. Don't worry I dash it for you، قرار سريع. I'll carry it، I will carry it for you، يعني هشيل لك الشنطة عشان ما تتعبش. Number 26. We dash the office till we have done all our work. يبقى عايز يقول ان احنا we dash the office، ان احنا يعني عاوز يقول هنسيب المكتب يعني لغاية لما سيادتك ايه تخلص كل شغلك. مش هنسيب المكتب اصلا. كلمة tell اكيد قبلها نفي، والنفي بتاعها بيتحدد بناء على الكلمة اللي وراها. هنا مضارع تام، خلي بالك هنا مضارع تام. طالما في لفظ مضارع يبقى النص الأولاني هنا الجملة اللي قبلها يعني يكون كلمة will not اللي هي won't يعني، أو لا تاني. طالما هنا tell فيها مضارع تام أو مضارع بسيط، تمام، يبقى النص الأولاني هنا هيكون في كلمة won't. طيب لو كان هنا مثلا ماضي تام، ماضي تام، خلي بالك اللي هو had وتصريف تالت، يبقى في الحالة دي هيكون النص الأولاني اسمه didn't، النص الأولاني اسمه didn't. ماشي، please contact me later، اتصل بيا بعدين يعني. I dash a meeting now، اتصل بيا بعدين علشان خاطر I am attending a meeting now، أنا هحضر نقول إيه، هحضر المقابلة دلوقتي. I am attending a meeting now، خلاص، لأن أنا مش فاضي لك يعني. I'm attending a meeting، أنا في محاضرة أو مقابلة يعني. ماشي، I am sure Adil dash for his great achievements. I am sure، متأكد إن عادل، طبعا هنا going to be rewarded، مفيش is، مش هتنفع، فنفكر في التانية will be rewarded، شغالة is going to reward. لا، هو المفروض إن هي مجهول. طيب هنا I am sure، هل دي بتستخدمها مع going to ولا مع will؟ والله لو مفيش جملة دليل يبقى هختار will be rewarded، وفعلا هنا مفيش جملة دليل ان علي هيتم مكافأته على الانجازات العظيمة اللي عملها. لكن لو في جملة دليل ان قال لك مثلا وكلنا عارفين الميعاد اللي هيتكرم فيه، او كلنا عارفين الميعاد اللي ياخد يستلم في الجايزة، يبقى في الحالة دي في جملة دليل، لكن هنا مفيش. فإذا ده رأيي الشخصي. تمام، we prepared everything، جهزنا كل شيء for my sister's wedding، لحفلة زفاف أختي يعني. we dash a party tomorrow، طالما كده يبقى we dash a party tomorrow، اللي احنا هنعمل الحفلة بكرة، يبقى اكيد زي ما قلت لكم من شويه اللي هي الحاجات الاكيده الحدوث ما ينفعش فيها التراجع، يبقى مضارع مستمر. I think our national football team dash the match، اعتقد ان الفريق ال national football team اللي هو الفريق القومي يعني. تمام، اعتقد ده رايي الشخصي، I think، يبقى طالما رايي الشخصي يبقى اذا will win. ماشي، perhaps احتمال مش اكيد،
هي داش نيو كار نيكست مانث، هو نوز، مين يعرف؟ يعني طالما احتمال يبقى ويل باي. هتقول لي طيب ما في ماي، طالما احتمال، ما هي ماي هي نفسها perhaps، فانت ما ينفعش تقول perhaps هي ماي، يا تقول perhaps يا تشيل perhaps وتقول هي ماي، لكن اتنين perhaps و ماي فيهم لوحده ما ينفعش. after عاطف عاطف اسف and سحر داش مريم next Thursday، هيكون زفافهم الخميس الجاي. preparations are full in full swim، تمام، والتجهيزات كلها كاملة 100%، يبقى ايه are getting، اكيد الحدوث، اشياء اكيد الحدوث، تمام، بالاضافة للافعال اللي فيها، يعني المناسبات والحاجات اللي فيها مناسبات زي كده غالبا بتكون كمان am و is و are و ing، ماشي الكلام. I am sure this bag is very heavy. I dash you lift it. أنا متأكد إن الشنطة دي هيفي أو تقيلة شوية، أنا هساعدك عشان خاطر تشيلها، يبقى I will help you. I will help you lift it، يعني هساعدك تشيلها. Okay let's hurry، قرار سريع. Let's hurry the museum at 6 p.m. ده ميعاد ثابت كل يوم، يبقى closes. Closes يعني يغلق الساعة 8 مساء. I am going out، أنا طالع برا. Do you want to come with me؟ Why not؟ ليه لأ؟ قرار سريع، واضح جدا إنه قرار سريع. أنا هجيب الجاكيت بتاعي، يبقى I will get. What dash at the weekend؟ I intend to. Intend to ينوي على، دي بنختار معاها إيه؟ صح. am is are going to، ماشي الكلام. I have made up my mind، برضو بنختار معاها going to. Spend weekend in my village، أقضي نهاية الأسبوع أو الأجازة بتاعتي في القرية. I spend the weekend there، يبقى I am going to spend. 38 I expect Rami dash a successful engineer one day، يبقى أتوقع إن رامي، تمام، هيكون successful engineer، تمام، يبقى will be، will be يعني سوف يكون، ماشي الكلام. farmers dash the rainforest because they are cutting down more trees، تمام. farmers أكيد طبعا الفلاحين، عاوز أقول يعني هيدمروا الغابة، تمام، يعني علشان هم بيقطعوا شجر كتير. الجملة دي مكررة على فكرة، يبقى are going to damage، اكيد هيدم الغابة لان هو بيقول لك cutting down trees، دي جملة دليل، مش في رأيي يعني ان هم هيدمروا الغابة، لا، ما انا جبت لك الدليل ان هو شغالين يقطعوا في الاشجار. طيب نقول what dash when you go to university، تمام. What dash when you go to university؟ I intend to study engineering. يبقى ناوي تذاكر ايه؟ اهو I intend to، برضو مكررة، حس ان الجمل كلها شبه بعض، يبقى are going to study. We have agreed where you where and when to meet، عرفنا هنتقابل فين و تمام. We dash at the club tonight as arranged. arranged يبقى في حركة، في مناسبة، يبقى a meeting. I think we dash the match، أعتقد، لكن مفيش دليل، لا خلاص بقى، يبقى well win، أنت وحظك. حسن has got full marks، حسن حصل على الدرجات النهائية. He dash the faculty he likes، أكيد طالما حصل على الدرجات النهائية يبقى he will آسف he is going to join. نسيت على الجملة اللي فوقيها، he is going to join، لأن في جملة دليل اهي اهو got full marks. The sky is clear. I think it isn't going to rain. It isn't going to rain. عكس the sky isn't
اس كلاودي اور اس دارك. اي داش تو شرم الشيخ اس بلاند. خلاص طالما بلاند مخطط ليه يبقى ام اس ار اند جوينج تو. I don't know how to log into the internet. It is easy. I dash you know. Don't worry. سهل جدا. أنا هعلمك. هوري لك إزاي تدخل على الإنترنت. I'll show you. يبقى إذن ده اسمه قرار سريع. Who do you think dash the final match? تعتقد مين اللي سوف يفوز؟ طب ما هو مفيش جملة دليل. ده رأي الشخص. يبقى will win. Be careful, the bus dash you. It is very near. دي اللي قلتها لكم من شوية. اللي هو الأتوبيس. الأتوبيس ناوي مش ناوي قصدي. يعني الأتوبيس على وشك إنه يخبطك يعني. فخليك ما تكونش قريب أوي منه. فهتبقى is going to hit you. خلاص. يعني حاجة على وشك الحدوث. فلذلك بقول لك خلي بالك. It's very near. I dash 16 next week. ده زي اللي كان حفيده هيبقى 12 سنة. يبقى will be. Will be. تمام. Are you going to come to the birthday party? أكيد طبعا ناوي يعمل حفلة الراجل يعني. He is clever. I think he dash high marks. He is clever. يبقى طالما هو clever يبقى I think he يعني رأي الشخص يعني ان هو he will get لان مش كل الصفات الشخصية تعتبر دليل قاطع تمام فهي will get لان ده رأي الشخص. In the future I think we dash electric cars. في المستقبل اعتقد ان احنا in the future برضو رأي الشخص برضو we will drive. We will drive. They dash to build a new hospital in the city next year. They هم على وشك ان هم يبنوا مستشفى جديدة في المدينة في المدينة السنة الجاية يعني تمام يبقى اكيد ناويين يعني يبقى they are going to build وبعدين going اصلا ناقصها to محطوطة هنا كلمة to تمام. The branch of the tree is shaking. فرع الشجرة بيهتز لذلك I think يعني ان هي it's going to fall. طالما في جملة دليل يبقى it's going to. Do you think people dash holidays in space one day? Do you think people هل تعتقد انه الناس هيقضوا الاجازات يعني في الفضاء يعني تمام اكيد طبعا ده رأي الشخص يبقى will have لكن مفيش جملة دليل تمام. Will you dash the bus to school next week? يبقى will you وأكيد مصدر الفعل take. Will you take the bus to school? هل هتاخد بكرة؟ أكيد طبعا will you أكيد مصدر يعني. Watch out احترس you dash yourself. خلي بالك يبقى حاجة على وشك الحدوث. صح you are going to cut. أنت على وشك تعور نفسك. 57 take a coat to London next week. خد بالطو معاك وانت رايح لندن الاسبوع اللي جاي علشان احتمال الدنيا تبقى برد. طيب يعني هو في احتمال يعني هو is going to be هو الظاهر سمع خبر معاه عنده او في عنده اخبار مسبقة فبيقول له take a coat يعني هو عارف انها تبقى برد فاذا دي جملة الدليل. هو الراجل عشان ما يلخبطكش ما حطلكش كلمة will be أصلا. Don't be late for the bus because it dash wait for you. تتأخرش على الأتوبيس خلاص لأنه هو الأتوبيس مش هيستناك. It won't wait for you. تحذير. بص يا حبيبي أي تحذير تمام اعرف إن هو will. أي تحذير اعرف إن هو كلمة will أو will not يعني اللي هي won't يعني. I am sure I dash this mountain soon. أنا متأكد إن أنا سوف أتسلق هذا الجبل قريبا. طيب ماشي يعني I am sure دي مش كفاية مش دليل يعني يبقى رأيي الشخصي I will climb.
I will climb. Tidy your room, رتب أوضتك, or I dash let you go to club. يا إما ترتب أوضتك يا إما مش هخليك تروح النادي. تمام, won't let you, مش هخليك, أهو تحذير لسه قايل بيستخدم معاه كلمة will. Don't pick up the phone, ما تستخدمش التليفون, أنا اللي هرد. تمام, أنا اللي نور, يعني هو عارف المكالمة دي جاية له. I am going to answer, بعكس جملة I will answer اللي هو قرار سريع. تمام, look this glass is cracked, الكوباية مشققة كده, يعني هي جملة دليل. طالما جملة دليل يبقى is going to break, هي على وشك ان تتكسر, لان الكوباية مشققة يبقى على وشك ان هي تتكسر. don't touch that dog, تلمسش الكلب ده, تحذير, يبقى المفروض في كلمة will بس هو محطش كلمة will, هو المفروض هنا يقول لك or بس هو فصلها بجملة تاني, قال لك هو على وشك انه يعضك يعني, ف is going to bite you. هنا لو كانت في كلمة or وإلا كان 100% هتبقى will, لأن ما ينفعش تحذير باستخدام كلمة or وما استخدمش معاها كلمة will. لو كانت هنا في كلمة or كان زمان اخترت كلمة ايه, will. How old are you, سنك قد ايه, معروفة. I will be 16 on Saturday. طيب, he is driving at breakneck speed, الراجل بيسوق بسرعة جنونية, يبقى he dash an accident. تمام, يبقى he is going to have, هو في جملة دليل اهو, is driving fast يعني. تمام, طيب I am determined, انا مصر. ماشي, يبقى I dash and succeed, ان انا احاول وهنجح. you will see, هنا مفيش في الاختيارات كلمة will, وما ينفعش اختار كلمة trying مع I am trying, لأن اتفقت معاك من شوية في الفيديو اللي فات ان الفعل اللي هنا يعني مصدر, يبقى اكيد اللي قبله مصدر, فانا عايز فعل مصدر. تمام, وهنا في determined, يبقى I shall try هي الإجابة الصح, اللي هي البديل بتاع I will try. تمام, لأن shall بتيجي مع I we فقط, shall بتكون مع I we فقط. طيب, in the future most of our work dash machines, في المستقبل ان شاء الله معظم الشغل بتاعنا هيكون بالالات, بس مفيش جملة دليل ومجهولة في نفس الوقت, يعني عايزين نختار will be done لان فيها ميزتين. الميزة الاولى ان هي مفيش جملة دليل يبقى will, الجملة التانية اللي هي will be و pp تصريف ثالث past participle طبعا, اللي هي مبني للمجهول. طيب, most of our work غير عاقل, يخليك تشك ان الجملة اللي وراها هتكون مبني للمجهول. 68, I dash out tomorrow, I haven't decided yet, انا لسه ما قررتش. تمام, طالما لسه ما قررتش يبقى مفيش جملة دليل. تمام, يبقى I will go, I will go. وساعات يقول لك I have just decided, برضو I have just decided غالبا بتكون معاها, شفتها في امتحان بتكون معاها كلمة, هو في الكتاب المدرسة كان القديم مكتوب going to, لكن هي في معظم الكتب المعاصر والكتب الحديثة مكتوبة well, لأن أنا بقول لك أنا لسه اللي مقرر دلوقتي, I have just decided, فطالما أنا لسه اللي مقرر دلوقتي يعني يعتبر إيه, كأنه قرار سريع. فاهم إزاي؟ ماشي. After I have studied, بعد ما ذكرت after وراها مضارع تام شبه كلمة till و until اللي قلنا عليها من شوية, لكن after ما يجيش هنا نفي, هنا يجي كلمة will watch, will فقط. هتقول لي طب ما going to, اقول لك وقعت المرة التانية, going to عايزة am او is او are. number 70, I dash there for you, don't worry. number 70, يقول لك انا يعني هساعدك ما تخافش, هكون جنبك, I will be for you, قرار سريع.
او وعد، اسف مش قرار سريع، وعد. dash to Canada tomorrow. yes I have got ticket and visa. طالما الراجل قال لك كده تيكت وفيزا وتذكرة وكده تأشيرة كله، يبقى are you traveling؟ اكيد 100% الراجل مسافر، مفيش تراجع، مفيش تراجع. you have already made all preparations. الراجل عمل كل ال preparations، التجهيزات. او كلمة prepare عموما بتكون كلمة prepare بتكون مع am و s و r و ing. كلمة prepare يعد أو يجهز، هي كلمة arrange بتكون مع am و s و r و ing، يبقى we are giving. tomorrow dash football match with my with my friend I have found him. بيقول لك إن بكرة يعني مخطط إن بكرة بيقول لك هيلعب football match with my friend I have found him. هي جملة الدليل اهي، I have found him. طيب يبقى هنختار we، المفروض we are، لا I am watching. صح، I am watching، فعلا I am watching football match، لأن بيقول لك اتصلت بيه 100% هنحضر سوا. الأنسب منها كانت هتبقى going to، يعني ماشي. the play المسرحية dash at 7 every evening. فلو ما قال لك every evening اعرف ان هي مواعيد ثابتة، يبقى begins، يبقى ايه begins. we dash a party next Saturday would you like to come. احنا عندنا حفلة السبت الجاي، نفسك تيجي معانا؟ يبقى اكيد احنا كده رايحين، تمام، وعاملين حفلة يعني، لان اللي عاملين حفلة كده هيروح، يبقى we are having a party. we are having a party. the school inspector مفتش المدرسة dash on Thursday. برضو اسمها مناسبات او مواعيد محددة مسبقا، يبقى is، am و is و are و ing. am و is و are و ing، المواعيد المحددة سابقا. her wedding party dash held next Saturday Sunday. حفل الزفاف هيتم الأسبوع اللي جاي، الحد اللي جاي. فهنا مبني للمجهول عشان بدأ بكلمة غير عاقل. طيب في نفس الوقت عايز اختار مبني المجهول ومضارع مستمر. احنا عارفين المفروض is holding، is holding اسف، يبقى المجهول is being held. تاني is holding هي المضارع المستمر، المبني المجهول بتاعها is being held. is being held. I can't meet you tomorrow. مش هقدر اقابلك بكرة. I dash my homework. انا مش هقدر اقابلك بكرة، يبقى I عشان خاطر انا هكون بحل في الواجب، يبقى عشان I am doing my homework. تمام، عشان انا 100% هكون بحل الواجب فانا مش فاضي لك. تمام. What time you your plan your plane اسف take off. اكيد الطيارة ليها مواعيد ثابتة، يبقى does your plane take off. تمام، تعال نشوف الجملة اللي بعدها كده. safe and I dash final match at the stadium tomorrow. I wonder if you could join us. يقول لك سيف وانا يعني بيقول لك المفروض ان احنا هنروح الماتش بكرة، هل تحب تيجي معانا؟ لسه قايلينها شوية. طيب يا ترى دلوقتي جايب لك اختيارين اصعب من بعض، يا ترى تختار are watching or are going to watch. لا هو are watching الصراحة، لان قلت لك الحركة والسفر والانتقال من مكان الى اخر يعني نظام ايه، لازم نختار معاهم ام و اس و ار و اي ان جي. the train to Aswan معروفة، لسه متكررة جملة شبهها بالظبط، typically نفسها، هي مطابقة ليها تماما. ماشي leaves. تمام. we made all the arrangements. طالما قال لك عملنا كل الترتيبات، انت واخد بالك، يبقى اعرف ان هو بيتكلم عن حاجة اكيدة الحدوث، يبقى we are giving a wedding party، ما ينفعش التراجع فيها، ما ينفعش التراجع فيها. according to the timetable the next bus dash at 10 a.m. اكيد الاتوبيس اللي جاي هيكون الساعة 10، يبقى moves، لان يعني دي مواعيد ثابتة. I hope
داش ان ارمي اوفيسر وين اي جرو اب. نفسي ابقى يعني ضابط لما اكبر. تمام، هي كلمة هوب اصلا وراها تو اساسا، اي هوب تو بي، اي هوب تو بي. I have enrolled on the English course. كتبت اسمي enrolled on English course، يعني دونت اسمي في كورس انجليزي. الداش Sunday next week. طالما قال لك كورس انجليزي اعرف ان هو ليه مواعيد ثابتة، والمواعيد الثابتة بتختار ايه؟ مضارع بسيط. تمام ماشي، لغاية كده نكون خلصنا الجزء الخاص بالجرامر. يتفضل لنا lessons 3 and 4 and test. بإذن الله يا جماعة يعني نبقى شغالين مع بعض كده. ايه أسئلة مثلا على الجروب التليجرام، أو حد يبعت لي مثلا زي ما قلت لكم إيساي صغير كده، بحيث إن احنا نشوف ايه الديفكتس اللي فيه، أو ايه برضه ممكن نشوف نقاط القوة اللي في الباراجراف أو الإيساي اللي هتبعته، بخلاف الديفكتس اللي هي العيوب أو النقاط اللي انت وقعت فيها. ونحاول إن احنا نقوم ونقيم الإيساي ونقول ياخد كام من الدرجة يعني. تمام، شكرا لكم، مع السلامة.